اطوار تاع المحاكمه، الملف تاع الاستاذ تاع رودانت اللي يتملكنا واحد الاقتناع بانه واحد الراجل تحقر، ومن خلاله تحقرت المدرسه العموميه. هذا تحقرت المدرسه العموميه ما تحقراتش، هذا كلام كبير. احنا في الخصوصيه تاع الملف هذا الراجل هذا تحقر وتظلم ولم يمتع بالمحاكمه العادله وتحكم بدون اثبات ارضاء لشي واحد اخر ولا لشي واحد اخر ولا لشي موقف من المواقف. اليوم جينا وكما كانوا حاضرين الناس كاملين في القاعه، وتبين بالملموس بان الملف عاري من الاثبات، وان الطفله جات قدام المحكمه ومره اخرى قالت بان ضربتني امي، ومره اخرى قالت بانها هو الاستاذ اذا لو انا نضربها هنا، في حين الخبره دارت على الجهه الاسريه وتبتدا الدار كاين في الجهه الاسريه. وجا الاستاذ الثاني اللي كان في المدرسه وتكلم بانه كيفاش سمع الدري تيعاود بان قالت ليه في القسم مي ضربتني، وبان الاستاذ المعتقل هو اللي اكتشف الضرب، هو اللي اكتشف الزروقه في العينين، وهذه الزروقه اللي في العينين اللي كانت نهار الثلاث، والخبره الطبيه تثبت بان ما يمكنش تكون الزروقيه في العينين الا بعد 24 ساعه، بمعنى الدري ضربت نهار الاثنين، بان ضربت في دارهم قبل من نهار الثلاث. وكيفاش سمع هذاك الشاهد بان التلميذات في الدوار كيتكلموا على ان امها ضربتها، ومن داتها للحمام زرقوا لها عينيها. هادشي كله الا كان كيصب في شي بلاصه كيصب في الاتجاه تاع براءه تاع الاستاذ المعتقل، واللي جينا باش نسمعوا الصوت ديالنا ودعمناه وضمنا معاه ورفعنا الى جانبه، والتمسنا من المحكمه ان ترد الامور الى نصابها وتقول ببراءه ديالو انصافا له، وتسجيدا لروح العداله وروح حقوق انسان، اللي اصلا هذا الملف هذا تم التداول ديالو بعدد من الاتفاقيات ومن المنظومه الكونيه، فما المنظومه الكونيه ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته بمقتضى اشياء يقينيه اللي مختفيه في هذا الملف هذا، وما كاين حتى شي حاجه فيهم. وكنتمناو ان المحكمه تاع الاستئناف ترد الامور النصاب ديالها وتقول بالعداله اللي هي البراءه تاع الاستاذ بوجمعه. وسط حلقات ديال الملفات ديال محنه الحريات العامه بالمغرب، اللي بودحيم احد ضحايا ديال هذا التضييق، على سواء على رجال التعليم، سواء على الاصوات الحره، على الصحفيين، على الدفاع نفسه. الدفاع الان رسالته النبيله يؤدي مهامه بحثا عن الحقيقه، بحثا عن كشف الحقيقه وكشف النوايا الخبيثه لكل المتآمرين عن المظلومين والمقهورين. اليوم فعلا حقيقه نشكر القضاء وخاصه القضاء الجليس اللي لسعة الصدر ديالو، ونشكر هيئه الدفاع باكادير التي كان عددها يتجاوز 7 أو 9 اعضاء محامون بما فيهم محاميات اساتذه ونساء ورجال، كذلك من هيئات اخرى من البيضاء من القنيطره ومن وعبد ربي من اسفي. جئنا لا شيء حركنا الا الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. المحاكمه في المرحله الابتدائيه ان عدمت فيها شروط المحاكمه العادله وابانت الظروف والملابسات على انه ملف مفبرك بامتياز، من له المصلحه وكيف هذا يطرح سؤال، لان بالرجوع الى تاريخ عبد الرحيم بوجمعه وبودحيم نجده انه من مناضلين الشرفاء الذين ناضلوا من اجل ادماجهم، الذين خاضوا معارك اعتصام واضرابات معروف باقليم تارودانت بمواقفه النضاليه والبطوليه. فنعم هذا الرجل، ونقول له نحن إلى جانبك كهيئة دفاع، كجمعيات حقوقية، كمجتمع مدني والحقيقة السنجلي، ونطيقة كاملة في القضاء الجالس الذي نعتبره دائما مكسبا للشعب وعاشة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. محكمة الاستئناف لمؤازرة الأستاذ بودحيم من خلال هذه المرافعة اللي رافعنا، وحيث المحكمة استمعت لجميع الأطراف بما فيهم الضحية وجميع الدفاع، ودخل الملف للمداولة من أجل الحكم يوم 3 مارس المقبل. هنا كنعتبروا فالجديد اللي جاء في هذه المرافعات أو في هذه المحاكمة، وهو حضور الضحية البنت الصغيرة التي أفادت بأن الضرب كان حاصل في صبيحة يوم الثلاثاء صباحا، وأكدت بأنها قالت للأستاذ بأن والدتها هي من فعل ذلك بها، ومما يدل على أن جميع أقوال
الأستاذ بودحيم هي الحقيقة، وأن جميع ما صرح به سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي أمام النيابة العامة في إطار التقديم وكذلك أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية هي نفس الأقوال ويصر عليها ويؤكدها، مما يعني أنه يقول الحقيقة. وما استمعنا إليه في النيابة العامة أو في المطالب بالحق المدني لم يضيف أي جديد، وأكدنا في المرافعة كذلك أن الحكم الابتدائي كان حكما غير عادل وأنه تجاوز عدة نقاط، وبينا عواره خاصة ما يتعلق بتحريف بعض الشهادات وخاصة الشهادة المتعلقة بالتلميذ المسمى خالد الصقار الذي كانت شهادته شهادة وافية تؤكد بأنه لما دخل إلى القسم مساء يوم الثلاثاء وجد الضربة أو وجد الكدمة والانتفاخ في على وجه الضحية، بمعنى أن الفعل كان سابقا سواء في الصباح يوم الثلاثاء أو على أو يوم الاثنين قبل. هذا يزكي الطرح بأن الأستاذ يقول الحقيقة وبأن المستمع إليهم لا يقولون الحقيقة، وإنما شهادتهم شهادات ملقنة تربط بينهم أواصر القرابة، وكذلك شكايتهم تدل على أنهم يشتكون من الأستاذ، بمعنى كيف يعقل أن يكون هذا الشهود هم في نفسهم يؤدون شهادة ويشتكون منه، بمعنى أنهم خصوم وفي نفس الوقت شهود، وهذا لا يمكن الركون إلى الشهادات والتي ارتكزت عليها المحكمة الابتدائية لإدانة الأستاذ بودحيم. وفي الأخير اعتبرنا بأن المحاكمة التي هي محاكمة تتجاوز الأستاذ، وإنما هي محاكمة للمنظومة التعليمية لما لها من تبعات، واعتبرنا أن الإدانة ليست في محلها، والتمسنا الرجوع الأمر إلى نصابه بالحكم ببراءته براءة يقينية، وهذا ما كان. أن فعلا اليوم كانت محاكمة الأستاذ بلا ما نذكر الاسم ديالو مع احترامتي للشخص، وأنه فعلا حضر الطرف الخصومة وحضرت هيئة الدفاع المشتكية والدفاع المتهم، وأنه تم مناقشة القضية، حضرت المرافعات كانت قيمة، كانت بأسباب قانونية وبمبررات قانونية التي اللي هو مفترض فينا ماشي غير مفترض، واجب علينا باش ندلو بها المحكمة المقررة كأدلة قاطعة، لأنه جميع التشريعات الجنائية كتفرض كنت هناك أدلة قوية لإدانة المتهم، لأن الأصل هو براءته. بما فيما يتعلق بالتوقعات لا يمكن أن نتحدث عن التوقعات، طالما أن العبرة بما راجع أمام المحكمة، وطالما أن للمحكمة السلطة التقديرية وحرية الإثبات، إذا ارتأت المحكمة أن المتهم بريء فستلغي الحكم البدائي وتحكم ببراءة المتهم، وإذا ارتأت غير ذلك فلها الحكم بإدانته. بعنصر المفاجأة طرحت لها السؤال، ملي سولك الأستاذ دوك الكدمات اللي موجودين على عينك أشنو كنتي قلتي ليه، شكون اللي دارهم، من الفاعل، أجابت بمصطلح أمازيغي إن، وهذا دليل قاطع على براءة الأستاذ. أعتقد أن هذا الدليل هو قاطع لبراءة الأستاذ، لأن لو كان لأن طرح السؤال بعدو علاش قلتي ليه إن، بعد حين أجابت بدرك الموقف قالت كنت خفت منه، ولكن هذا كان الخوف من الأستاذ، فالأستاذ حاضر اليوم مع الطفلة، لماذا لم تخف اليوم؟ لماذا؟ إذا يبقى السؤال المطروح والجواب عليه من طرف الطفلة أنه سؤال أتمنى أن يحقق براءة المتهم. صريح النطق بالحكم، هناك طلب صراحة موقت، اللي هو طلب كنا سبقنا لنا أنه تقدمنا بها أمام المحكمة بمبررات قانونية وأسباب واقعية واعتمادا على ضمانة قرينة البراءة، وأنه ملزم وشرط أساسي لمحاكمة عادلة على نمط الدولي، على النمط الذي تعرفها جميع الدول، وان النطق فيما يتعلق النطق بحكم في قبول طلب صراح من عدمه ستبت فيه نحكم في اخر جلسه، وان في الموضوع ستبت فيه في بتاريخ يومي 3/3 ان شاء الله 2020. شكرا استاذه. كنشكركم انتما، وكنبغي نوجه في هذا المنبر تحيه احترام وتقدير لاسره التعليم من كل قلب، وسنظل نفدي لأسرة التعليم لما لها من جهد، وكما قلت في المرفع أنها تنفذ أوامر إلهية، اقرأ باسم ربك، والسلام. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.